مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى البرلمان. المغرب على غرار العديد من الدول يعاني من ظاهرة البناء العشوائي. فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجه سؤال للوزير الوصي على القطاع حول تنامي وتيرة البناء العشوائي ببعض مناطق المغرب. نشوف السؤال وجواب الوزير بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الأخرى المتعلقة ببعض القطاعات الحكومية. عرفت الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب لهذا الأسبوع طرح 32 سؤالا في 10 قطاعات حكومية. فريق العدالة والتنمية تقدم بالثمانية أسئلة أهمت قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والشؤون العامة والحكمة والتنمية المستدامة والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن، بالإضافة إلى قطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث سأل فريق العدالة والتنمية وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بخصوص تنامي وتيرة البناء العشوائي ببعض مناطق المغرب والإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار هذه الظاهرة. ما هي الإجراءات؟ لذا نسألكم سيد الوزير، ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها للحد من الظاهرة بما يراعي الحق في السكن اللائق والمحافظة على جمالية المناطق المعنية؟ وشكرا. من جانبه أوضح الوزير الوصي على القطاع أن الوزارة في طريقها لاحتواء هذه الظاهرة بتصحيح اختلالات الأحياء العشوائية عن طريق تسوية وضعيتها التعميرية وإدماجها في النسيج الحضري مع تزويدها بالتجهيزات الضرورية وتجهيزات القرب، مسجلا أنه تمت معالجة وضعية 580 ألف أسرة بكلفة قاربت 9 ملايير درهم. أول احتواء هذه الظاهرة بتصحيح اختلالات الأحياء العشوائية عن طريق تسوية وضعيتها التعميرية وإدماجها في النسيج الحضري مع تزويدها بالتجهيزات الضرورية وتجهيزات القرب. ولتشديد المراقبة والزجر المخالفين في مجال التعمير، أكد الوزير الوصي أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن تفعيل القانون المتعلق بمراقبة والزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. مشاهدينا الكرام، معنا الآن الأستاذ عزيز بن إبراهيم النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية. سي بن إبراهيم، استمرار ظاهرة السكن العشوائي في المغرب يطرح سؤال حول حرمان فئة واسعة من الشعب المغربي من أحد الحقوق الأساسية في الحياة اللي هو الحق في السكن. طبيعة، شكرا بذكركم. بالنسبة للسكن العشوائي كاين لابد من فرقه ما بين البناء العشوائي واللي كيرتبط بالتجزئة السري واللي يضيع ظاهرة سيئة اليوم تتكون في ضواحي المدن، واللي فعلا كاين واحد التغاضي، كاين مسؤولية كبيرة اليوم ديال السلطة المحلية، لأن القانون دابا 66/12 يعني وضح المسؤوليات وعطى بأن المسؤولية الأساس ديال مراقبة هذه المخالفات اللي هي صعيبة واللي كي بالنسبة للتجزئة السري تصل إلى حد العقوبات السالبة للحرية. إذن هذا جزء وفعلا حتى هو يمكن يتنظر له واحد الشكل الى فعلا هذه الوثائق ديال التعمير خرجت في وقتها. اليوم كاين مشكل ديال وثائق التعمير كتعطل، في الغياب ديال هذه الوثائق ديال التعمير الناس في هذه الحاجه للسكن تتمشي بدون ان نبرر، ولكنها كتمشي لواحد يعني واحد المساحات اللي غالبا تكون ضواحي المدن اللي كتشكلنا من بعد تشكل مشاكل اكبر باش يمكن لك تصلحها، لانها كتقى مساكين في بلايص اللي ما فيهمش لا تطهير السائل ولا ادنى المرافق. اما بالنسبه الى ربطنا بالنسبه للسكن اللي هو حق المواطن، هي برامج اليوم تصايبات ولكن للاسف الشديد تهي بين اخذ ورد، وطبيعة هل عدد الناس اللي كيتحصى واللي كيدير فهو مشكل ماشي بذاك البساطة، هو صعيب على المجالس المحلية لأن مرات كيترمى المجالس المحلية هي سياسة ديال الدولة وبالأساس كتدخل فيها التعمير وكيدخل فيها الداخلية لأن عند الموضوع ديال الإحصاء، وباش تلقى هاد يعني باش الناس يمكن لك تنقلهم وتقنعهم باش توصلوا من الهضرنا خاصة على الظاهرة ديال دور الصفيح. دابا هذا إشكال هو كبير ولكنه ماشي بداك التصور العادي اللي كيتصور الإنسان. بعض المرات راه دور الصفيح ملي كتعرض عليهم يعني خص يكون واحد النوع من التشاور، التشارك حتى في الحلول. بعض المرات كيكون واحد يعني واحد الإصرار لأن الإنسان يبقى في المكان اللي هو فيه. بالمقابل عاوتاني الا مشى لشي مكان اخر، وهذه سياسه الدوله ما تصيفطوش واحد البلاصه اللي هي مثلا غدير له بحال المنفى،
هذاك المكان اللي خصها تمشي له يمكن يكون فيه المؤهلات كله باش يقدر العيش الكريم والرزق ويقدر يدير اسباب العيش ويكون المواصلات تكون المرافق. دونك هذا اللي يجعل في بعض الاحيان لان هاد السياسات ما وصلتش الى اهدافها. نعم، الى هضرنا على مساله الوقت، يعني الى متى يعني غيبقى المغرب كيعاني من هذه الظاهره، على اعتبار انه لحد الساعه مازال ما كاينش واحد السقف زمني محدد باش نقضيو على هذه الظاهره هذه بشكل يعني بشكل قطعي. هو صراحه هذا الجانب باش يمكن يكون فيه حسم لابد ان يكون فيه حزم، لان اليوم من غرائب الامور ان مثلا الاحصائيات اليوم اللي كتتم ملي كنجيو بعد 50 كنلقاوها تضعفات. هذا لا يمكن ابدا ان الدوله يمكن تقوم بهذه الحلول، فلا بد انا كنظن بان كاين واحد المسؤوليه كبيره خاصه ديال السلطه المحليه ما تكونش اضافه مساكن اخرى شويه اللي كتزيد تعقد لك. كيكون عندك احصاء الدوله كدير برنامج على اساس ان واحد العدد معين كي هذاك العدد كيولي زايد فيه بعد ما توصل للضعف، كيف يمكن الحل هذه القضيه؟ فاذا كنظن بانه جزء منه فعلا خص تكون برامج اللي توفر العقار تدرف كما قلت الامور الاخرى يعني الجانب ديال المواصلات المرافق كذا وتقنع الساكنه، لان جزء منها يمكن يتصيف في المكان اللي هو فيه ولكن ماشي دائما. هذيك الارض كتكون بعض المرات اراضي الخواص كتكون، حنا هضرنا على الاساس اللي هو ديال دور الصفيح، كيوقع لنا مشكل كتكون هذيك الارض الخواص ما يمكنلكش انت تجي وتاخذ قرار في اراضي ماشي ديالك لا بالقانون ولا بكل شيء. فاذا الا خدينا الحل الاخر ديال ترحيل هاد الناس يكون في مكان معقول اللي هم يحسوا بانهم ماشي تنفوا بانهم مشاو واحد البلايصه اللي هي معقوله. كلام واضح، شكرا السي عزيز بن ابراهيم على كل هذه التوضيحات. اذا تعد ظاهره البناء العشوائي من المعضلات الكبرى التي تهدد او تعاني منها المملكه بالنظر لما تتسبب فيه من اقصاء وتهميش بسبب احزمه البؤس المقتده داخل المدن والتي لا تخضع لهندسه محكمه لسياسات المدينه. مشاهدينا الكرام، شو الفقره اجنده وبرنامج الانشطه الاسبوعيه للبرلمان. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم انتهت، نتلاقوا الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.